نظم نادي موظفي حكومة الشارقة البطولة الخامسة للرماية لموظفي الحكومة، وذلك في نادي الذيد الرياضي بمشاركة أكثر من 120 موظفا. بدقة عالية وحماس يملأ الأجواء، انطلقت البطولة الخامسة للرماية لموظفي حكومة الشارقة بمشاركة موظفي أكثر من 23 جهة من الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، فتحت أنظار سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة وسالم محمد بن هوين الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي، جرت المنافسات التي يشرف عليها مجلس الشارقة الرياضي. الحمد لله رب العالمين، كان هدف البطولات اللي قمناها الخمسة السابقة هي تجميع اللاعبين يعني أو الموظفين كذلك بنشاطاتهم، وهي رياضة يعني مشرفة حقيقة هي الرماية، وكذلك أيضا يعني تجميع أكبر عدد. المرة هذه الحمد لله رب العالمين يعني العدد الموجود 120 لاعب ولاعبة، شاركنا فئة النساء أيضا والفتيات. الحمد لله في هذه الدورة كان إقبال كبير جدا من موظفين الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة أكثر من الأعوام السابقة، والحمد لله حاولنا أن نوفر لهم جميع إمكانيات هذه الصالة. هذه المشاركات الكبيرة من الموظفين والتنافس القوي للوصول إلى المراكز الأولى والفوز باللقب خلق أجواء كان لابد من وجود محكمين ذوي خبرة لإدارتها، خاصة لما تشهده هذه الرياضة من رواج بين مختلف الفئات العمرية. اللي شفته في الشباب، الكل حاب يجرب، الكل حاب يرمي، الكل حاب يعني يتعلم هذه الرياضة الجميلة. هي مش صعبة ولكن بعد في نفس الوقت مش سهلة، ولكن هي جميلة، تعلمك التركيز، تعلمك الصبر، والجو التنافسي هذا بين الموظفين جو جدا جميل. أحب أشكر نادي موظفين حكومة الشارقة على هذا الدعم، على المسابقات اللي يسوينا إياها كل تقريبا كل شهرين، وأحب أشكر هيئة مطار الشارقة على هذا الدعم. هاي البطولة جت في وقتها، لأن البطولة هاي تغير من أجواء العمل، بيئة العمل اللي نحن نشتغل فيها، وأيضا تساعدنا عشان التعارف والتعرف على موظفين من مختلف الجهات الحكومية. التنظيم في هذه البطولة كان جدا رائع، بحيث أن ما شاء الله تبارك الله خلال ساعة الحركة مستمرة. هذه المسابقات المنظمة من قبل نادي موظفي حكومة الشارقة وبالتعاون مع مختلف أندية الإمارة تهدف لإذكاء روح التنافس بين موظفي الحكومة وتعزيز روح الترابط الأسري، خاصة وأنها باتت أشبه بلقاءات دورية. إذا تأتي بطولة الرماية لموظفي حكومة الشارقة بهدف تعزيز التواصل والتقارب بين الموظفين وخلق أجواء تنافسية متنوعة. لأخبار الدار، غدير المعيني، الشارقة.